المطورين اليابانيين زعلانين على البلاي ستيشن 5 وقريب راح نودع اشتراك الاكس بوكس لايف. هلا والله شباب، مين منكم وده يشوف بلاد بورن كيف بتصير بالمنظور الاول؟ احد اللاعبين اللي يستخدم اسم جاردن اوف ايز قدم مود يسمح بتجربه اللعبه بهذا المنظور. هذا المود مبني على مود نزل في السابق للجزء الثالث من دارك سولز، وبصراحه المود متقن بشكل رائع من اللي نشوفها في الفيديو. طبعا اكيد ما راح يعطيك نفس اداء اللعبه الاصليه، لكن الاكيد راح تكون تجربه مختلفه. وما في موعد اطلاق للمود، لكن راح يتوفر قريب للاعبين. في اشاعات في الفتره الماضيه تقول ان سلسله العاب تويستد ميتل راح ترجع، لكن ما في اي تاكيد رسمي من سوني. بعد ما طلعت الاشاعه هذه، مخرج السلسله السابق ديفيد جافي طلع وقال ان في حال الاشاعه صحيحه بيكون من المؤلم ان سوني ما اخذت برايه ولا حتى علمته بالخبر على الاقل. وبعد تصريح المخرج طلع اعلامي ثاني في تغريده وقال ان فعلا هذه السلسله راح ترجع، لكن بدون ذكر اي تفاصيل. بس يبدو اننا على موعد مع اللعبه الجديده من تويستد ميتل في سنة 2023. في إشاعة جديدة من مسرب الأخبار أوكامي جيمز لمح أن لعبة سينتس رو بترجع لنا بلعبة جديدة، لكن ما هي جزء جديد، راح تكون ريبوت للسلسلة، وإن الكشف عنها راح يكون خلال حدث جيمز كوم في نهاية شهر أغسطس. الظاهر أن الوقت قرب بأن خدمة الإكس بوكس لايف جولد أنها تختفي. وفي إشاعة جديدة من المحلل مارو إن إل يقول أن مايكروسوفت ناوي أنها توقف خدمة اللايف جولد وتبدلها بخدمة الجيم باس ألتيميت، وبتصير هي الخدمة الوحيدة من مايكروسوفت. طبعا هالشيء كان متوقع أنه يصير سواء الحين أو في المستقبل القريب، خصوصا أن الكثير بدأ يلاحظ ضعف ألعاب المقدمة في الجولد في الفترة الأخيرة والدعاية الضخمة قدمتها مايكروسوفت والعروض عشان تخلي ملاك الاكس بوكس انهم يتوجهون لاشتراكات الجيم باس ألتيميت. مايكروسوفت ايضا اصدرت تحديث جديد لمستخدمين الاكس بوكس انسايدر، واللي يوفر وصول مبكر لاحدث مزاياها قبل ما تضيفها بشكل رسمي للاكس بوكس. وهذا التحديث يضيف واجهه المستخدم بدقه 4K بدل الواجهه الحاليه اللي تعمل بدقه 1080p. هالشيء كان مفروض من زمان يصير مع اطلاق الجيل الجديد، لكن مثل ما يقولون ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تصل. ومايكروسوفت ما قالت متى بتطلق التحديث بنسخته النهائية، لكن أكيد راح يكون في وقت قريب، وغالبا راح يكون بس لجهاز الإكس بوكس سيريز إكس. الخبر الجاي بيهم الجميع، وبالذات الجيمرز اللي يبغون نت سريع ويعتمدون عليه وقت اللعب. زين مسوي مسابقات على حساباتهم في السوشيال ميديا، وتركنا لكم حسابهم في تويتر تحت في الديسكريبشن. أكتيفيجن تشاركنا أول عرض تشويقي لجزء هذه السنة من كول أوف ديوتي، وبيكون بعنوان فانغارد، وبتدور أحداثه في الحرب العالمية الثانية، والعرض عبارة عن مجموعة من اللقطات السينمائية تعطي فكرة عن أجواء الحرب. والكشف الرسمي للعبة بيكون من خلال كول أوف ديوتي وارزون في 19 أغسطس. في كل فترة في صناعة الألعاب لازم نشوف نوع معين من الألعاب اللي تصير لها شعبية كبيرة، مثل ما شفنا في فترات سابقة صار التركيز على ألعاب التصويب، والآن التركيز على ألعاب الباتل رويال. وفي مقابلة جديدة مع فيل سبنسر يتكلم عن رأيه حول هالموضوع، وكيف أن المطورين يركبون الموجة ويركزون على نوع معين. حسب رأيه أن التنوع في الألعاب هي نقطة قوة في الصناعة، وما هي مفيدة من ناحية تجارية بس، حتى من الناحية الإبداعية، سواء كانت لعبة فردية أو بمحتويات إضافية أو لعبة مجانية تستفيد من الإعلانات وغيرها. كل هذه الألعاب وده أنها تحقق نجاح تجاري، ويقول أن المطورين لازم أنهم يبحثون عن منظومة تقدم لهم تجربة مناسبة بدل ما الكل يتوجه لألعاب الباتل رويال. وفي تصريح ثاني من فيل يقول أن ما في أي خطط حالية لإطلاق خدمة الجيم باس على السويتش، والسبب عدم رغبتهم بإطلاقها على منصات مغلقة، وأن هذه المنصات ما تبي الجيم باس، وأن في فرص كثيرة في السوق لازم يركزون عليها مثل البي سي والأجهزة الذكية. سايبر بانك 2077 حصلت على تحديث رقم 1.3، والتحديث يضيف التحسينات على الخريطة المصغرة اللي تصير في زاوية الشاشة، بحيث تعرض معلومات أكثر مع إمكانية إعادة تعيين كل المهارات الخاصة بالشخصية مقابل دفع مبلغ معين من اليورو دولارز، عشان تقدر تجرب توجهات مختلفة وتختار قدرات مختلفة. في التقرير الأسبوعي لسلسلة متاجر الألعاب المشهورة في اليابان جيو، قالت إنها تتمنى إنها تتحسن أوضاع مبيعات الألعاب والحجوزات لجهاز البلاي ستيشن 5 خلال الفترة القادمة. التقرير الجديد يشهد احتلال السويتش لقائمة أكثر 20 لعبة مباعة خلال الأسبوع الماضي، وغياب تام لألعاب البلاي ستيشن. طبعا هالشيء مو بس في الوقت الحالي، من وقت البلاي ستيشن 4 وفي تغيير كبير في السوق المحلي عندهم، وحاليا البلاي ستيشن 5 يعاني من إهمال كبير من جماهير الألعاب اليابانية، وهالشيء مضر لصناعة الألعاب اليابانية. في خبر ثاني له علاقة بهذا الموضوع يقول أن لأول مرة من عام 1988 يسيطر جهاز واحد على قائمة أكثر 30 لعبة مباعة في الأسواق اليابانية، وهالشيء ما قد صار إلا مع جهاز الفامي كوم واللي ما كان له منافسين في ذاك الوقت. لكن هالشيء يصير الآن ومع أجهزة الجيل الجديد
يعتبر شيء استثنائي. هذه كانت فقرة الأخبار لهذا الأسبوع، لا تنسونا بالنشرة والإعجاب، يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.